السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم اخواني؟ شو اخباركم؟ معكم سعيد من قناة The Breaking Wolf. اليوم جايب لكم طريقة لتسريع اجهزة الاندرويد طبعا بدون برامج. الطريقة موجودة على الجهاز نفسه، فقط كل اللي عليك انك تفعل خيارات المطور او Developer Options، وخلينا نشوف طريقة تسريع الجهاز وطريقة تفعيل خيارات المطور. فخلينا نحكي بسم الله ونبلش في الشرح. طبعا اول ما نفتح التليفون بنتوجه الى Settings او الاعدادات، بعدين More او المزيد، بعدين بننزل لاخر القائمة، بدنا نفوت على Developer Options أو خيارات المطور. إذا خيارات المطور مش مفعالة عندك بندخل على About Device أو عن الهاتف، وبننزل لعند Build Number أو رقم البناء زي ما أنتم شايفين هون، بنضغط عليه 7 ضغطات متتاليات ورا بعض. طبعا أثناء الضغط بيكون كاتب لك عدد الكبسات المتبقيات، مثلا يتبقى 3 ضغطات، يتبقى ضغطتين، وهكذا بنضل نكبس عليه 7 ضغطات متتاليات أو 8 ضغطات. بعدين بعد ما نخلص بنرجع لورا، بنلاحظ انه خيارات المطور تم تفعيله عنا. بنفوت على خيارات المطور، بننزل لتحت لعند الدروينج هون او الرسوم او الرسوميات، بعدين بتلاحظ هون في عندك اشي مكتوب عليه انتقال الرسوم اللي هي animation scale زي ما انتو شايفين، الخيار اللي تحت window animation scale. المهم انت بتدور على هالارقام الثلاث زي ما انتو شايفين. انتو راح يكون عندكم ضرب واحد، انا عندي ضرب 2 عاملهم، انتو عندكم راح يكون ضرب واحد ضرب واحد ضرب واحد. نختار الخيار الأول، مثلا خليني أعمله 10، والخيار الثالث 10، والخيار الثاني برضو 10، وين الخيار الثاني؟ أيوة 10. خلينا نشوف هسا كيف التليفون راح يتعامل مع التطبيقات. هذا اللي أنتو شايفينه اسمه التأثيرات لفتح وإغلاق النوافذ. خلينا نشوف لما نغلق النافذة هاي كيف راح تصير. زي ما أنتو شايفين بطيئة بدرجة مش طبيعية، فلما نعملها أوف أو لما نطفي هاي التأثيرات بصير التليفون سريع جدا وما في تأثيرات أبدا على فتح وأغلاق النوافذ. خلينا نعملها أوف. زي ما أنتم شايفين حتى الأوبشنز بتظهر شوي شوي وبتطلع شوي شوي. كمان هاي أوف. بنعمل 3 خيارات، هاي أوف أو معطل أو إغلاق، وخلينا نشوف نسكر. بسرعة اختفت النافذة. خلينا نفتح أي برنامج، مثلا نفتح الإنستجرام. بتلاحظوا انه بسرعة فتح معنا. طيب خلينا نجرب اخر مرة نفتح كمان اي تطبيق، مثلا خلينا نفتح البلاي ستور. كانت فتحته نوعا ما بطيئة، ممكن عشان التحميل الخاص بالبلاي ستور تبع الايقونات وهيك. خلينا نجرب نفتح كمان اخر تطبيق، مثلا داونلودز. ولهون أصدقائي بكون انتهيت من شرحي، يا رب الشرح يكون عجبكم. فإذا عجبك الشرح لا تنسى تعطينا لايك للفيديو وتشترك بقناتي إذا ما كنت مشترك فيها، وياريت تدعموني أكثر من هيك إذا شفتوني بستاهل الدعم. أتمنى من مشاهديني ومتابعين الأحبة إنهم يشدوا حيلهم شوي في الدعم معاي، لأنه وضع القناة سيء جدا والقناة على حافة الانحدار بصراحة. يعني عندي 40,000 مشترك، الفيديوهات الجديدة اللي صرت أنا أنزلها في بعضها لحد الآن إلها أسبوع وأسبوعين وما وصلت 700 مشاهدة، فعن جد الوضع لا يرثى له ومحتاج دعمكم بشكل كبير. لازم تشدوا حيلكم معاي لو سمحتوا عشان القناة تضلها مكملة مشوارها. إذا كان في عندكم أي سؤال أو أي استفسار أو أي اقتراح بإمكانك تسأل وتستفسر وتقترح تحت الفيديو بالتعليقات أو من خلال صفحتي على الفيسبوك، رابط الصفحة راح يكون موجود تحت الفيديو بالوصف. لا تنسى تعمل لايك للصفحة وتدعي جميع الأصدقاء للإعجاب فيها، حاول تنشرها، حاول تنشر مقاطعي، حاول انك تفيدني زي ما راح تفيد الناس كلياتهم لما تنشر المقاطع. واتمنى منكم الدعم لاخر مرة بحكيها، وشكرا لكم. ان شاء الله لنا لقاء بالفيديوهات القادمة. كان معكم اخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.